سوري ان انا بكلمك في وقت متاخر كده. ايه ده؟ انتي بتسهري؟ طيب يا جميل ماشي يا حبيبي، اشوفك بكره في الشغل. بس يا اخي ما حدش يتكلم في وقت متاخر كده يا جميل، يعني خلي عندك ذوق شويه. ماشي يا حبيبي ماشي. ناس ما عندهاش دم. في ايه يا علي؟ هدي نفسك يا حبيبي، ممكن يبقى عايزك في حاجه مهمه. ايوه بس انجي ما اتكلمش في وقت متاخر زي ده، يعني ان طير النوم من عينيا. استغفر الله العظيم يا رب. الو، ايوه استاذ جميل، هو انا صحيتك من النوم ولا ايه؟ هو مش علي كان بيكلمك من شويه؟ اه قلتلي. لا 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 ولا حاجه خالص، انا اسفه جدا اني ازعجتك. تصبح على خير. في حاجة يا انجي؟ ها؟ في حاجة؟ عايز أعرف الساعة كام؟ ونص لخمسة.